لاحظ المجموعة الموجودة الآن يمكن هي اللي تتحمل التخفيض الحقيقي. اتضح أن بايدن أحمق تام. بهذه الجملة علقت جينين بيرو المعلقة في قناة فوكس نيوز الأمريكية على قرار مجموعة أوبيك بلس خفض إنتاجها النفطي بواقع مليوني برميل في اليوم اعتباراً من تشرين الثاني المقبل. وقالت بيرو: بات الرئيس بايدن يبدو الآن كأحمق كامل الغباء. تذكروا كيف تملق للسعوديين قبل 3 أشهر وكيف صفح بقبضة يده في الشرق الأوسط متوسلاً إياهم لكي يزيدوا إنتاج النفط. كما اعتبرت أن بايدن سيضطر بعد قرار أوبيك بلس لاستخدام المزيد من النفط من الاحتياطات الاستراتيجية الأمريكية التي باتت منهكة الآن. إلى ذلك أوضحت المعلقة أن أسعار البنزين عادت إلى الارتفاع وعادت آلة بايدن الدعائية لاستخدام طرقها القديمة بهدف إبعاد الذنب عنه وإلقاء اللوم على الآخرين، مشددة على أن السائقين الأمريكيين يشعرون بالألم في محطة الوقود في وقت يحذر الخبراء من أن الأمور ستزداد سوءا في المستقبل. دول أوبك لا تقف مع طرف الطرف الآخر، دول أوبك وأوبك بلس تقف مع مصالح. هذا القرار الذي أثار قلق بايدن وفق ما أكده في حديث لشبكة CNN حيث رأى أنه لا داع له، أثار حالة من الذعر والهلع في البيت الأبيض بحسب تأكيد مسؤول أمريكي لCNN التي قالت: شمرت الإدارة عن ساعديها وعمدت إلى استخدام أدواتها للحيلولة دون خفض إنتاج النفط بأي طريقة. إلى ذلك اعتبر الصحفي علي مراد أن قرار أوبيك بلس أظهر أن محمد بن سلمان يلعب لعبة خطيرة بالشراكة مع روسيا للإطاحة بالديمقراطيين في انتخابات الكونغرس النصفية في تشرين الثاني القادم. وكشف مراد عن إجراءات يمكن أن يلجأ لها بايدن وأعضاء إدارته وقادة الديمقراطيين في الكونغرس لإجبار بن سلمان على الخضوع، من بينها وقف تزويد السعودية بقطع الغيار اللازمة لسلاح الجو السعودي، بالإضافة إلى إقرار مشروع قانون أوبيك الموجود في أدراج الكونغرس لفرض عقوبة على منظمة أوبيك، وذلك توازياً مع مضي بايدن قدماً في توقيع الاتفاق النووي مع إيران وتسريع رفع العقوبات عن النفط الإيراني.